الكنائس الكاثوليكية دائما ما تمتاز بالأصالة وغيرها من الصفات الفريدة التي تميزها، مثل التاريخ الكنسي العريق وكذلك الروحانيات المختلفة من صلوات وطقوس، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها للمؤمنين. ولذلك دعونا نتابع سويا هذه الفقرة من كنيسة القديس أنطونيوس الكبير الكلدانية بالفجالة بالقاهرة. تعتبر كنيسة القديس أنطونيوس الكبير الكلدانية بالفجالة بالقاهرة من أقدم وأعرق الكنائس الكاثوليكية بالمحافظة، حيث كانت تجتمع الطائفة الكلدانية بالمنطقة للصلاة بكنيسة القديسة هلانا بشبرا، وذلك في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. ثم أصبح من الضروري إنشاء كنيسة جديدة لتكون رعية رسمية للكلدان بمصر. في أواسط القرن التاسع عشر كانوا الكلدان كتر هنا بالمنطقة، وكانوا يجتمعوا عشان الصلاة في كنيسة القديسة هيلانا اللي بنتها ست غنية كلدانية اسمها هيلاني مصلي. ولما كتروا كتير لازم فكروا انه لازم يبنوا كنيسة رسمية، بنوا كنيسة هنا بكنيسة مار أنطونيوس. وليه سموها مار أنطونيوس؟ لأنه جوز الست هيلانة اسمه أنطوان، عشان كده أنطوان مصلي. وكل ده كان سنة 1890، والكنيسة خلص البناء وكرست سنة 1896. وبالفعل تم البدء في بناء كنيسة جديدة في عام 1890، ثم كرست الرعية في عام 1896، كما استمرت الكنيسة في خدمة الكلدان، وذلك لأنها كانت مقرا للبطرخانة الكلدانية والنائب البطريركي. في الكنيسة هنا في مكان للخدمات الرعوية، ورهبات الهنديات اجوا هنا وابتدوا يشتغلوا في الكنيسة، واخذوا المكان البناء للخدمات، وفضلوا الراهبات الهنديات هنا من بمبنى الخدمي من سنة 1981 لأوائل 2000. وبالكنيسة عدد من الأنشطة الرعوية، ومنها النشاط الكشفي والنادي الاجتماعي، كما يوجد بالكنيسة أيضا مغارة كبيرة تحتوي على تمثال للقديس أنطونيوس الكبير المصنوع خصيصا للرعية. الكنيسة دي جددت مرتين على مرحلتين. أول مرحلة 1995، والمرحلة الثانية 2015. إنما في بداية 2019 قرع الجرس وأنير الصليب، نور الصليب فوق على القبة، وابتدوا الأداديس بصورة ثابتة في يوم الجمعة الساعة 11 واليوم الأحد الساعة 11، والكنيسة مفتوحة صباحا وبعد الظهر عشان المؤمنين يجوا يصلوا ويتباركوا. ولذلك تعد كنيسة القديس أنطونيوس الكبير الكلدانية بالفجالة بالقاهرة من أروع الكنائس الكاثوليكية بالمحافظة، ليس فقط لتاريخها العريق بل أيضا للغنى الروحي الذي تتمتع به الكنيسة. فيكفي إنها تحمل اسم القديس أنطونيوس الكبير ليكون حاميا وشفيعا لها. يا قديس أنطونيوس صلي لأجلنا.